ليالي الحلمية الجزء الأول. تدور الأحداث حول الصراع بين سليم البدري والعمدة سليمان غانم، واستفادة نازك السلحدار من هذا الصراع بما يخدم أهدافها الخاصة، حيث قدوم سليمان غانم من الأرياف من أجل الثأر لوالده عبد التواب غانم الذي مات في السجن بسبب إسماعيل البدري. المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وإليكم أبطال المسلسل بعد 35 عاماً. Thank you.